صباح الخير، صباح الخير بنهار لقيامي. اليوم الأحد 4 نيسان، اليوم عيد الفصح، اليوم عند قيامة المسيح. كنا بالليل عم نصلي، عم نحضر قداس الهجمة، بس كان في غيرنا ناس بلا دين بلا ناموس بلا أخلاق، كان همة غير شيء، كان همة تجي تخلع لنا القفولة تبع البواب تبع المدافن تبعنا وتسرق لنا البواب الحديد. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على اللي صار عنا بالضيعة اليوم. شي منظر مبكي، شي منظر محزن. وصلت الأيام يجي تخلع باب المدفن وتاخد باب الحديد. يا حقير، يا بلا ناموس، يا بلا شرف، يا بلا أخلاق. يا عيب الشوم عليكم، بس مش قادر انقلكم أكتر من هيك، لأنه فعلا منظر مبكي. عشرات عشرات المدافن كسروا لها البواب وسرقوها، كسروا القفولة وسرقوها.